لغاء الفحيحي والسالمية، وبالرغم من تفاوت المستويات والتي تصب في مصلحة السماوي، إلا أن هناك رغبة جامحة من الأحمر في تحقيق الفوز لتدارك موقفه الصعب الذي يمر به الفريق. انطلقت المواجهة سجالا بين الفريقين إلى أن أتى هدف السماوي الأول عن طريق المهاجم البرازيلي الهداف فابيانو. أخطر لاعبين السالمية فابيانو ورأسيته تمر بسلام على مرمى الفحيحيل. أول تسديدة للفحيحيل تأتي عن طريق هادي خميس وتمر على يمين نواف المنصور. عباس القلاف يرسل كرة عرضية إلى رأس فرحان سعد، فالمسيد مدافع السالمية مساعد طراد وسط مطالبات لاعبي الفحيحيل بركلة جزاء، إلى أن الحكم يوسف نصار احتسبها ركنية. فيصل العنزي بطريقة فنية ذكية يضع فابيانو بمواجهة مرمى الفحيحيل، ودفاع الأحمر ينقذ فريقه من هدف ثاني، لينتهي الشوط الأول بتقدم السماوي بهدف نظيف. انطلقت الشوط الثاني سلماوية مع هدف ثاني للبرازيل المتألق فابيانو. الله 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 الله. هادي خميس يتعرغل داخل المنطقة المحرمة لتحتسب ركلة جزاء للأحمر وينفذها بنجاح منذر أبو عمارة مسجلا هدف تغليص الفارق. فابيانو يتلاعب بدفاع الفحيحيل ويمر الكرة إلى نايف زويد ويسجل ثالث الأهداف لفريقه. مرة أخرى فابيانو يمرر إلى نايف، وسعد العنزي يعرغل نايف زويد ليتحصل على ركلة جزاء وينفذها عدي الصيفي بنجاح. عدي أو سعد؟ عدي عدي، وسجل الرابع عدي. الشاب فواز عايض يسجل الهدف الخامس لفريقه، لتنتهي المباراة بخماسية سلماوية لهدف للأحمر. يعني حاولنا نطلع بصورة أحسن من المباراة اللي طافت، مثل ما انت شايف الشوط الأول لعبنا، بس هي فترة التركيز بس يروح عنك، نقص اللياقة شوي باللاعبين، وصارت شوي لخبطة بالشوط الثاني. يعني احنا قولنا قول، يعني كنا برد للتعادل نمسك اللعب، بس قلت لك صارت لخبطة شوي، دش علينا الجول الثالث، بس خلاص يعني الفريق شوي قاعد ينهار عقب الجول الثالث، مع اننا كنا ماسكين اللعب والسالمية راد ورا يعني. بس يلا الحمد لله، قلت لك السالمية وهارد لك فحيحيل، إن شاء الله المباراة اللي يعني راح نكون أحسن إن شاء الله. المباراة كانت صعبة والله، فحيحيل جارونا لآخر يمكن ربع ساعة، المباراة كانت صعبة، حاولنا جت لنا فرص وايد، ضيعنا الجيم الأول، الحمد لله استغلنا الفرص على سالفة صدارة. احنا بالأخير قاعد نلعب كل مباراة بمباراة، يعني نبي نفوز المباراة هذه ونركز على المباراة الجاية إن شاء الله. السالمية يزاحم فرق الصدارة بفوز كاسح على الفحيحيل بالخمسة، الباحث عن فوزه الأول بدوري فيفا. السالمية يضرب الفحيحيل بالخمسة ويواصل عروضه المميزة في دوري فيفا. محمد الصلال لبرنامج الديربي.